بس احنا معنا على الهاتف سيادة السفير المصري في الامارات وائل جاد. استاذ وائل جاد مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مساء الخير. كل سنه وحضرتك طيب، وبنشكر حضرتك على حسن استقبال بس نادي الاهلي يا فندم. لا لا، الله يخليك يا فندم، متشكر جدا، الله يخليك. طيب كيف كان استقبال بعثة الفريق النادي الاهلي؟ اعتقد ان بعد الفوز على الزمالك كان المطار ممتلئ من الجماهير. يعني بص، انا اقول لحضرتك، طبعا انا السفير المصري في الامارات، وكان يعني بستقبل الفريقين الحقيقه، فريق المصري طبعا، نعم، البورسعيدي وفريق الاهلي. بس المصري وصل يوم الاحد يا فندم، المصري وصل الاول مبكر، يعني يوم الاحد بالضبط. ف يعني انا كنت حريص على حضور المران بتاع النادي المصري امبارح، واستقبال البعثه بتاعته واعضاء مجلس الاداره والجهاز الفني واللعيبه، وفي نفس الوقت يعني حرصا مني على اداء نفس الواجب تجاه الفريق الاهلي، كنت في استقبال البعثه النهارده، لان انا اعلم ان النادي الاهلي متوجه مباشره من ابو ظبي للعين مقر الاقامه. فكانت دي الفرصه الوحيده اللي انا التقي بيها بالفريق قبل المباراه. فتقدر تقول حضرتك كده بحكم العمل، انا فرحان بالفريقين وفرحان باستقبال فريقين مصريين هيشرفونا ان شاء الله في مباراه، نامل ونتوقع، بل انا متاكد انها هتكون تليق بالكره المصريه وتعبر بشكل كبير عن يعني قوة ومتانة العلاقات بين الناديين الكبيرين، وصورة مضيئة إن شاء الله للكرة المصرية بإذن الله. سيادة السفير، حدث السوبر المصري في الإمارات وهو متكرر، أصبح متكرر، هل بيعمل انتعاشة للجالية المصرية الموجودة في الإمارات؟ أنا هقول لحضرتك، دي النسخة الثالثة اللي أنا أتشرف إن أنا أكون موجود في استقبال السوبر الثالث اللي بيتلعب على التوالي في دولة الإمارات. كل اللي أنا أقدر أقوله إنه هو يشكل حدث رياضي، حدث مهم، حدث مفرح للجالية المصرية. مش هتكلم طبعا عن الترتيبات اللي بيوفرها الجانب الاماراتي وطبيعه الشعب الاماراتي اللي هو يعني يكن محبه ومعزه خاصه لمصر وللجاليه المصريه اللي تشعر انها بتقيم في بلدها بالظبط. انما باضيف اليه، وده اعتقد انه كان في النسختين السابقتين، انه الجماهير بتبقى متشوقه انها تشوف، كان في النسختين اللي فاتوا كان الفريقين الاهلي والزمالك، فريقي القمه. الجاليه بتبقى متشوقه انها تحضر المباراه، تروح المشوار بتاع الاستاد، وشفنا كلنا الصوره الجميله اللي بيبقى عليها الحضور الجماهيري. فبالنسبه لهم ده تقدر تقول حضرتك انه اكنه حدث فني بثوب رياضي. الحقيقه بتبقى اجواء مفرحه للغايه، ويعني ده برضو يعني حابب ان انا اقول انه حتى اللعيبه ده انا بحسه فيهم، ان هم برضو اللعيبه وحشها الجماهير. فالحقيقه بتبقى تابلوه رائع، الواحد بيستمتع بيه، انا شخصيا بستمتع بيه بصرف النظر عن كنت لسه هسأل حضرتك، حضرتك شخصيا بتستمتع بالحضور في الاجواء دي؟ يعني انا راجل يعني بحب الكوره، ويعني دي اللعبه الشعبيه اللي كلنا مغرمين. طب حضرتك اهلاوي ولا ايه يا فندم؟ صعب. انا مدرب، انا يعني السفير المصري هنا، فانا يعني كل فرقه مصريه ليها طبعا في قلبي، يعني في قلبك مكانه، وهنا الدبلوماسيه، ولكن اكيد في لون معين حضرتك بتحبه. يعني انا عارف ان السؤال صعب. سؤال صعب. اللون المعين ده امارسه في القاهره، انما وانا خارج القاهره فانا ملك للكل، وده الحقيقه يعني هقول لحضرتك دون ما يعني اي نوع من انواع المبالغه، ان انا حتى لما كانت الفرق الرياضيه اللي بتيجي تستعد بتعمل فترات اعداد زي وادي دجله او غيرها، الواحد بيسعد ان هم بيبقى وسطهم وهم
يعني زي ما تقول حضرتك انا بكبرهم هم بيكبروني، لان هم بيبقوا خير سفراء برضو لبلدهم، منظر بيبقى الحقيقه رائع وتبقى الناس فرحانه بيهم، فالواحد بيبقى متشوق انه يشوف الكره الرياضيه المصريه. واعتقد ان البعد الرياضي في العلاقات بين مصر والامارات بقى بعد مهم زيه زي البعد الثقافي وبقيه الابعاد الاخرى اقتصاديه وسياسيه وخلافه. طب سيادة السفير، يعني الإمارات العربية الشقيقة بها عدد كبير من الجالية المصرية، وأكيد الكل بيبقى متشوق أنه يروح المباراة ويحصل على تذكرة المباراة. هل ده بيبقى في تواصل ما بينهم وبين حضراتكم في السفارة عشان يقدر يروح المباراة بسهولة؟ لا الحقيقة احنا انا بحريص من يعني النسختين اللي فاتوا وحتى النسخة دي ان انا اتواصل مع الجانب المصري اللي هو ممثل في اتحاد الكره والناديين. يعني انا فيما يتصل بالمباراه دي مثلا على سبيل المثال تواصلت من فتره مع رئيس النادي الاهلي المنتخب كابتن محمود الخطيب، وبالمثل كان مع رئيس النادي المصري الاستاذ سمير حلبيه. نعم. ومع الكابتن هاني ابو ريده اما كان في نهائي كاس العالم للانديه هنا بيقام في الامارات. نعم. وتواصلت برضو مع الجهه المنظمه مجلس المصابي الرياضي. انا ما بدخلش كسفاره في التفاصيل اللوجستيه، انا بيهمني كسفير ان انا اطمئن على الترتيبات، بيهمني كسفير ان انا اطمئن انه كل شيء كما يجب ان يكون وبما بالشكل اللي يليق بمسابقه مصريه، لانها تتبع دي مسابقه مصريه تابعه للاتحاد المصري بينظمها. نعم. اتحاد الكره اللي بينظمها وفريق تجمع بين فريقين مصريين وبيحضرها في الاغلب الجاليه المصريه، فببقى حريص على الاشراف على كل الترتيبات الخاصه، انما التفاصيل اللوجستيه فيما يتعلق بالترويج او التذاكر او الانتقالات فيما يخص الجماهير دي تتولاها المفروض الشركه الراعيه اللي هي متعاقده مع اتحاد الكره شركة بريزنتيشن. طب سيادة السفير برضو عايز اطمن من حضرتك على الاجراءات لقاء السوبر كيف تسير؟ يعني النهارده كان في كلام مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، وبرضو امبارح مع عضو مجلس الاداره نائب رئيس مجلس الاداره النادي المصري، وبرضو كنت في لقاء مع امين عام مجلس ابو ظبي الرياضي، والترتيبات كلها سواء بالنسبه لاقامه اللاعبين سواء بالنسبه للتدريبات كله على احسن ما يكون، وكله اصبحت الامور معروفه سواء بالنسبه للجانب الاماراتي او بالنسبه للشركه الراعيه واللي هي امدت الجانبين النادي الاهلي والنادي المصري بكل تفصيل خاصه بالاقامه، ف الوصول وملعب التدريب. يعني امبارح كانوا في ملعب سلطان بن زايد في موعد التدريب الفلاني، بكره ان شاء الله المغادره بالنسبه لهم، وصول اعضاء مجلس الاداره، رئيس مجلس الاداره بتاع النادي المصري وصل النهارده، غدا هيكون مجلس الاداره بتاع النادي الاهلي. الامور اصبحت في يسر وسهوله ومرتبه ومعروفه بالنسبه للطرفين الحقيقه. طيب سياده السفير برضه عايز اعرف من حضرتك انطباع الجماهير المصريه والإماراتية بفوز محمد صلاح بأفضل لاعب في أفريقيا. محمد صلاح ده حالة خاصة لينا كلنا للجانب الإماراتي والجانب المصري، وإحنا طبعا يعني فخورين، فهو يعني بيشكل لنا حالة زي اللي أنتوا حاطينها بالظبط، إحنا مش بعاد لهذه الدرجة يعني. لا يعني محمد صلاح يعني كل اللي الواحد يقوله إن هو ربنا يحفظه ويبارك له، ويعني إن شاء الله ربنا يوفقه كده ويبقى من افضل لافضل باذن الله، كلنا فخورين بيه، ويعني اصبح بيمثل اعتقد رمز للشباب باخلاقه قبل لعبه كمان. سياده السفير وائل جاد بشكر حضرتك شكرا جزيلا، واتمنى لحضرتك التوفيق دائما وابدا، يعني مسؤوليه كبيره جدا سفاره مصر في الامارات، الدول العربيه الشقيقه فيها عدد كبير من الجاليه المصريه وكلهم بيحتاجوا طبعا الى دعم كبير جدا من السفاره.